نشكره جدا والاب روح زي ما حضرتك قلت يعني. طب نشكره مره تانية، يعني يلا النهارده محقق لك مفاجات كتير جدا تمام النهارده على الهوا. تمام يا بدايتها ريت. معانا النهارده المهندس فرج عامر، تمام تحياتي ليك يا باش مهندس. مساء الخير يا كابتن اسامه، حضرتك منور، وطبعا احمد منور منور، وسعيد جدا ان هو بسرعه جدا وصل للبرنامج بتاعك الجميل ده. وانا عايز اتكلم عليه، يعني عايز اتكلم عليه، انا عندي كلام مهم قوي طبعا حضرتك تسالني وانا هقول لك، لان دي قصه قلما تتكرر في كره القدم. ما شاء الله الموضوع كله يعني نعم. اتفضل اتفضل يا باشمهندس اتفضل. الو، اولا طبعا انا عارف، سمعت عن احمد، سمعت عنه ان هو كان محترف بره، وعرفت ان هو كان السبب الوحيد اللي يجي مصر ان هو يلعب في الاهلي، لان عنده امل وعنده طموح كبير ان هو يلعب في المنتخب القومي في مصر. وانا كنت متابعه بدقه شديده جدا، وكان عندي معلومات الاول ما كانتش دقيقه وبعدين دقيقه، وبعدين هقول لك سر، انا ما اتكلمتش مع اي حد خالص في هذا الموضوع اطلاقا الا مع الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب هو البطل الحقيقي لهذه القصه. انا قلت له في لاعب، في ناشئ عندك اسمه احمد عبد القادر، انت رايك فيه ايه يا كابتن؟ فطبعا فوجئت ان الكابتن هو زي ما عارف كل لعيبه الاهلي، عنده فكره جميله جدا عنه. قلت له انا بس عايز منك، نتمنى ان احنا ناخده في سموحه سنتين اعاره. سنتين اعاره. المهم في قعده صغيره جدا في القاهره وافق، بس بشرط ان الاهلي لو طلبوا السنه الثانيه ياخد اللاعب، فطبعا ده من حق الاهلي. فانا كنت مراهن على قدرات احمد عبد القادر، بس زي ما حضرتك عارف ان دايما الناشئ بياخد وقت على انه يلعب في الدوري الممتاز. احمد عبد القادر يتميز ان هو عنده شخصيه مميزه، ان هو عنده ثقه في ربنا طبعا وثقه في قدراته، ان هو راجل بيجيد العلاقات الطيبه مع الناس. فانا طبعا اتكلمت معاه وشرحت له وفهمته النادي وضعه ايه ورغبتنا ايه، وان احنا دايما بنحب انه نشارك في صنع النجوم ونقدم النجوم اللي هم لهم حق على المجتمع، وانا واثق من قدراته. وكلمته كلام جميل قوي. طبعا لما طرحت الاسم واتكلمت طبعا لازم مع الكابتن احمد سامي، الكابتن احمد سامي راجل ذكي وراجل طبعا بيفهم وراجل متفاهم جدا، ولكن كانت كل الناس مستغربه مين احمد عبد القادر، مين احمد عبد القادر بعد الاسامي الجامده وبعد الناس الجامده، ايه احمد عبد القادر ده؟ فعلا جه نادي سموحه وقعد حوالي 6 مباريات هو ما لعبش، لكن انا شخصيا كان نفسي ان هو يلعب، بس برضو كنت يعني ايه، انت عارف ممكن حد يكون في التمرين جامد قوي، ممكن حد يكون في الناشئين جامد قوي، بس يجي له صدمه في الدوري الممتاز. فهو الكابتن احمد سامي اتكلم معاه وقعده نفسيا وفكريا، وهو بنفسه عمل علاقات طيبه جدا مع اللاعبين. واول ما نزل احمد عبد القادر ابتدى يعبر عن نفسه وابتدى يلعب وابتدى يعبر عن نفسه، وابتدت تظهر نجوميته وابتدى تظهر اعصابه الهاديه، وهو له لمسات جميله جدا وله لحظات جميله جدا، وترجم فرص لسموحه جاب منها اهداف كانت حاسمه جدا، وكان وجوده بيشكل خطوره كبيره قوي مع زمايله، وكانت الفرق بتحاول تحاصره مع زمايله، ويعني لعب هايل وعبر عن نفسه. كان هو كان كان نفسك يعني يا باشمهندس، لو خلي باله عن نفسه. نعم باشمهندس، كان نفسك ان احمد عبد القادر يكمل مع سموحه؟ اتفضل يا كابتن. والله بص، هو طبعا ده مش قراري، ده قرار الاهلي وقرار احمد عبد القادر. انا طبعا وجهه نظري ان هو لو استمر موسم مع سموحه طبعا، لكن ده مش قراري طبعا. انا اتمنى، لان هو كل مباراه بيزيد. انا طبعا اتفاجئت ان هو ما راحش اليابان، وبرضه اتفاجئت انه ما راحش المنتخب الاول. طبعا المديرين الفنيين لهم وجهه نظر، لكن انا وجهه نظري ان هو كل مباراه بيلعبها بيتقل قوي في الملعب،
بيكتسب خبرات جميله جدا في الملعب. ليه رؤيه، ليه نظره، لعيب تكتيكي، لعيب سريع، قدام الجون ما بيخافش، اعصابه هاديه قوي، بيستقبل الكره بطريقه جميله جدا. صوره جميله للاعب كره القدم اللي احنا بننتظره في المستقبل. اتمنى طبعا ان هو يكون في سموحه السنه الجايه. لكن مش توقعك قرار. توقعك يا باشمهندس احمد، توقعك لاحمد عبد القادر الموسم القادم ان شاء الله مع النادي الاهلي. هو بص، هو لعيب ممكن يروح لبعيد جدا، بس تعتمد على طبعا لو الجهاز الفني اداله الفرصه. طبعا الاهلي طبعا مليان نجوم ومليان لاعبين مميزين جدا، فدي بتعتمد على وجهه النظر الفنيه وتجانسه مع اللاعبين. لو احمد ده خد مباريات ولعب مباريات كبيره قوي، اعتقد ده هيكون من الناس اللي هي بتصنع الفارق، هيكون اكيد من الناس اللي بتصنع الفارق. ده لو هو لعب هيكون هو من الناس اللي بتصنع الفارق. هو يقدر يلعب في الاهلي ويقدر يكون عنصر في الاهلي فعال جدا ويشارك في انتصارات كبيره قوي، لكن طبعا تعتمد على المدير الفني، وجهه نظره، طريقته، اسلوبه. طبعا الاهلي صعب جدا ان انت تلعب في وسط نجوم كبار قوي قوي قوي. طبعا الاهلي بتلعب تحت ضغط كبير قوي، عايز تكسب كل الماتشات. احنا برضو لما بنلعب احنا عايزين نكسب طبعا كل الماتشات، بس الضغوط مختلفه كبيره قوي. هو قادر يتحمل الضغوط دي. هو لو عندنا سنه كمان هيكون تقل بشكل كبير قوي، لكن طبعا دي المدير الفني شايف ان هو جاهز ومستعد، ربنا يوفقه. احنا طبعا نتمنى له التوفيق ونتمنى له يبقى على قمة الكرة المصرية، شيء جميل يعني. طيب احمد عبد القادر بنفسه عايز اشكرك يا باشمهندس. اتفضل يا ابو حميد. طبعا انا بشكر الباشمهندس جدا على الكلام الجميل. حبيبي ده حبيبي يا باشمهندس، حضرتك عارف معزتك عندي يعني، وانا بتمنى اشوفك دايما بخير. طبعا وانت جميل، انت جميل، انت شخصيه الله جميله. الله يخليك. الله انت يخليك. راجل جميل وراجل محترم، وربنا يعني يبعد عنك اي حاجه وحشه. ولازم كره القدم دي هي حياتك، ولو انت ركزت التركيز الكبير قوي انا بتوقع لك مستقبل كبير جدا جدا. وفي كل ماتش انت بتلعبه، سواء انت في هنا في الاهلي مع المنتخب، احنا لازم، انا فخور بيك وسعيد بيك، لاني انا توقعت نجوميتك وراهنت عليك، وانت طلعت احسن ما انا كنت اتمنى واحسن ما كنت اتوقع. الله يخليك. الله يخليك يا باشمهندس. فرصه يا باشمهندس وحضرتك موجود معانا على الهواء النهارده، طبعا بنبارك لك يعني النهارده على اداء سموحه في الموسم، ما شاء الله حققتوا المركز الرابع، وما كنتوش يعني اتظلمتوا شويه ان الانديه الافريقيه اتبعتت بدري، لو كانت في نهايه الموسم كان زمان سموحه بيلعب البطوله الافريقيه. فرصه وحضرتك موجود معانا دلوقتي عايز اسالك برضو عن يعني حسام حسن، ما شاء الله في علاقات كبيره جدا، علاقات محترمه ما بين الاهلي وسموحه، جديه النادي الاهلي حسمت صفقه حسام حسن في ثواني. والله انا كنت جاد مع كل من تناقشت معهم في حسام حسن، يعني انا كنت جاد جدا، وكنت يعني دغري يعني جدا زي طبعنا، احنا ناس لنا كده، فانا كنت جاد في كل شيء. واربع انديه كانت عايزه حسام حسن، لكن الاهلي ما كلمنيش في حسام حسن الا مكالمه تليفونيه من الكابتن محمود الخطيب. قال لي عندك استعداد، انت بعت حسام حسن ولا لا؟ قلت له لا ما حصلش. قال لي ايه السبب؟ قلت له اني يعني ما وصلناش الى اي اتفاق مع اي طرف من الاطراف. قال لي عندك استعداد اني اجي اخد حسام حسن وارجع على طول؟ قلت له طبعا يا كابتن. فالمهم التقينا، وبعدين الكابتن محمود الخطيب انهى هذا الاتفاق في خلال 10 دقائق، واتفقنا ان الاهلي هو اللي يعلن عن ذلك لمصلحه الاهلي ولمصلحه سموحه ولمصلحه حسام حسن. اتفاق جميل. انا بتوقع ان حسام حسن ده اولا هو لعيب مميز جدا، قوي البنيان، عنده رجوله، يقدر يجيب جون في زحمه، الكره الصعبه هو بيجيبها، يقدر يقتنص الكره من اي مساكين، عنده اراده جامده، متفاهم،
سريع بيجيد اللعب بكلتا القدمين بالهيد. انا بتوقع ان ده ان شاء الله هيكون هداف او الاهلي ومنتخب مصر الاول، لان معلش طبعا انا اسف لو سمحتلي انا مش راجل فني، لكن الكره المصريه ناقصها او في عجز في الراجل اللي بيلعب جوه الصندوق وفي الزحمه يجيب جول، فهو متخصص في هذا الكلام. وانا بتفق حسام حسن ويمكن الكابتن محمود الخطيب يشهد على ذلك، يتميز باخلاقه العاليه. انا قلت له كلمه واحده بس، هو ما كانش يعرف اي حاجه، كان سايب كل حاجه ليا، لان هو اللعيبه هنا في سموحه بيعتبروني اب لهم، لان انا ما بفكرش في نفسي، بفكرش في النادي بس، مصلحه مشتركه بين النادي واللاعبين. قلت له كلمه واحده فقط اللي هو طلبها الكابتن محمود الخطيب، قلت له بكره الساعه 6 تكون في النادي الاهلي، قال لي حاضر. انتهى، لا كلمته قبلها ولا كلمته بعدها. فانا بتوقع لحسام حسن ان يكون راس حربه النادي الاهلي ومصر. وطبعا الاهلي بيجيب صفقات كبيره جدا، بس على مر التاريخ والايام ده هيكون من الصفقات اللي مشهود لها بالنجاح في هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. الفضل يرجع للكابتن محمود الخطيب ان شاء الله. وانا بتفق، محدش كلمني وانا بتفق مع حضرتك يا باشمهندس في هذا الموضوع نهائيا. وانا بتفق مع حضرتك ان حسام حسن محمود من الصفقات المهمه جدا، زيه زي احمد عبد القادر، وان شاء الله هيكونوا اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي. طبعا. اخيرا يا باشمهندس، واحنا بنسال بقى عن ولادنا داخل سموحه، محمد عبد المنعم ما شاء الله الموسم اللي فات برضه تالق بشكل كبير جدا، الموسم القادم محمد عبد المنعم مستمر مع سموحه في الاعاره ولا في رؤيه اخرى، ولا ممكن ينتقل لنادي اخر؟ لا. نعرف من حضرتك برضه. لا 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 لا، انا هقول لك مفاجاه. اتفضل. محمد عبد المنعم النهارده احسن مساك في مصر. طبعا. برضه لما احنا جبنا محمد عبد المنعم ناس كتير، لا انا مش بقول كده ان هو يعني من ولادي ولا ولا عشان لعب عندنا سنتين، لا مش بقول كده، انا بقول كده الايام هتثبت الكلام ده. محمد عبد المنعم لما جينا ناخده من لما جينا نطلبه من اشبال الاهلي، بقى ناس كتير قوي تقول ايه مين محمد عبد المنعم، ايه محمد عبد المنعم ده، هو يعني احنا ناقصين اشبال؟ محمد عبد المنعم مساك مثالي، عنده سرعه، عنده سرعه تلبيه، بيلعب حريف، كورته جميله جدا، بيلعب بالهيد، راجل راجل راجل، بيجيد التغطيه، متعلم صح، متعلم كوره صح، اتعلم في الاهلي كوره صح، متربي جدا، عنده فدائيه وجدعانه في الملعب. النهارده ان شاء الله افتكر كلامي، محمد عبد المنعم ده هو دلوقتي مستواه احسن مساك كره قدم في مصر. وانا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا باشمهندس، ودايما علاقات جميله وعلاقات محترمه جدا ما بين الاهلي وسموحه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا ليا الشرف. بشكر حضرتك، بشكر طبعا المهندس فرج عامر، يعني ما شاء الله عامل شغل